رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلو القعدة طاولة ودومنا وكوتشينا، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيدة عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. في كل وش تلاقي ضحكة والناس بسيطة وفرحانة، كل القلوب الخير فيها كل البيوت هنا عمرانة. وده كان مسافر في الغربة واخد أجازته هنا معانا. رمضان تملي مقربنا اللمة دي كانت وحشانة. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلو القعدة طاولة ودومنا وكوتشينا، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيدة عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. في كل وش تلاقي ضحكة والناس بسيطة وفرحانة، كل القلوب الخير فيها كل البيوت هنا عمرانة. وده كان مسافر في الغربة واخد أجازته هنا معانا. رمضان تملي مقربنا اللمة دي كانت وحشانة. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلو القعدة طاولة ودومنا وكوتشينا، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيدة عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. في كل وش تلاقي ضحكة
والناس بسيطة وفرحانة، كل القلوب الخير فيها، كل البيوت هنا عمرانة. وده كان مسافر في الغربة